اش حب خاطر الغزالة اللي كتوحم؟ بغيت الخس اللي نابت في الرخام. على كلشي خص كاين بنت ما بين الرخام. ولا عمرك شفتي شي بنت مادة يدها الحنة مازال كتمنى وتسنى وتوحم؟ غير بنت لي الشوفة ديالك في الحانوت ملهوفة ومخفك جاي هنا البيعة والشراية. عينينا ميزاننا برطال. تخيل معايا دابا تخرج لنا شي جنية. جنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول لي شبيك لوبيك واللي طلبتيها رمانة بن سلام يجيك وأمير فوق عوده يهرب بيك. على الرأس والعين لله مرات سيدي. يلا يلا هفليلو بسم الله. شكون اللي يبدأ انتي ولا أنا؟ ايوه نبدأ أنا الأولى يمكن ياك. الممثلة سناء أكرود ولدت سنة 1978 في 14 شتنبر بمدينة تشارودانج. متزوجة من الممثل محمد مروازي. حصلت على البكالوريا سنة 1997 والتحقت بجامعة القاضي عياض بمراكش شعبة القانون، والتحقت بعدها بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. أنا كما كتعرفوا جيت من تشارودانج. تشارودانج كاينة المدينة اللي داخل السور كاينه المدينه اللي خارج السور. انا خارج السور، داكشي علاش فاش كنمشي ندخل السور باش المدينه اللي في وسط السور باش نمشي للمكتبه ولا باش نمشي نقضي شي غرض تيقولوا لي مرحبا بالبراني. بالنسبه ليوم انا واخا هكاك ما تنبانش بزاف. دونك حتى المدرسه ديالي وكل شيء كان الليسي كانوا كلهم برا السور. يعني دروبه ضيقين. دروبه ضيقين كاينين في المدينه القديمه، كاين في داخل السور. لا الصور. كان اتساع، كان شجره الزيتون، كان ساقيات، كان طريق رئيسيه. طريق رئيسيه دايوغ اللي كان دائما عندنا مصدر ديال التخوف وتوجس. علاش؟ لانها تجي الدخله ديال تشارودانج وتيجوا المواصلات هذا الطوموبيلات ما تيعرفوش بانه ما تيكونوش حاضرين في السياقه ديالهم. الوغ كانوا بزاف ديال الاكسيدون، من بينها اختي الكبيره كانت صغيره شحال هذه مازال ما تولد كانت ماتت بسبب اكسيدون. دونك كان عندنا دائما ديك الطريق دائما ماما تتوصلنا تقولنا ردوا البال ردوا البال. واثناء دراستها شاركت في فيلم من اهم الافلام في المغرب في ذلك الوقت، وهو فيلم الدويبه الذي قدمت من خلاله الشخصيه التي اشتهرت بها طوال عمرها شخصيه الدويبه. وبالفعل حصلت على جائزة أفضل ممثلة في المغرب، وبعدها بعام حصلت على نفس الجائزة عن مسرحية حدائق لوركا. المشيق مش وطير القبة شهرب ولا اللوم سيدي مشات في الغلط نعم سيدي. سدوا عليها في الصندوق ورموها في قاع البحر وردوا بالكم منها راه شيطان سلاحها وزنها ما باغيش اسمها مازال خرجوا عليها مننا. ثم حصلت عليها للمرة الثالثة على التوالي في العام التالي على مسلسل رومانا وبرطال. حظيت بشهرة كبيرة بعد تقديمها لأعمال تاريخية من عبق التراث المغربي مع المخرجة فاطمة بوبكدي. يا سيدي نجربوا نجربوا نعم سيدي. وليني بشرط بشرط وما تقولش لي لا نعم سيدي. إلا ما كانش شرطي الطلبة فرطو ما نقولش لا لا لا. مرة مرة نبداو نخرجوا من هذا الحفره. ياك ما بغيتي شي منديل ديال الحرير؟ اسمحي لي نسقسيك الله يخليك. قلت ياك ما بغيتي شي منديل ديال الحرير ما بقاش حتى للسوق الماجي واجي بكري مول مليحة وليدي باع وراح. ثم لعبت أدوارا في السينما
لا سيما في فيلم تيرمينوس ديز أنج الذي شارك بتوقيعه هشام العسري ونرجس نجار ومحمد مفتكر سنة 2009. دايما كنسمعك هكذا عمرك ما جاوبتيني. شوف فيهم كيفاش كيتمعطي. قال لك اجي عنده. فين؟ اجي عنده في كازا. شاركت بعدها في الفيلم المصري احكي يا شهرزاد للمخرج يسري نصر الله سنة 2009، لكن دورها أثار جدلا واسعا في المغرب لتختفي لفترة. كان ممكن تفضلي محترمة وراسك مرفوع، بس انت اللي جبتي لنفسك وخدتينا في الاثنين وراكي فضحتينا. ماما ده جوزي ما قدش هرعب عليه من العيلة كلها، والمصيبة اللي ما بعدها مصيبة انه ما بيخلفش. يبقى ابن مين ده يا بنت الاكابر؟ ماما انت اضرب بنتك. ما هو انت كدابه يا هما النصار. لا لا انا عمري ما كنت كدابه، ودي اول علاقه لي. ثم عادت في بطولة الفيلم والمسلسل بنفس العنوان عقبالك سنة 2010. عرفتي مناش خايف تحطي يدك على البروجي ويبقى لك؟ والله ماشي كلشي. اجي واش امك ضربك بالشطابه من كنت صغير؟ علاش؟ بدي يقول لك اللي مو ضرباته بمغرف ولا بشي شطابة ملي كان صغير ما كيتجوش. ثقافة شعبية وصافي داكشي. لتتحول بعدها للإخراج في أعمال اجتماعية واقعية أبرزها الفصول الخمسة سنة 2011، لتحصل على جائزة أحسن إنتاج درامي في مهرجان مكناس السينمائي سنة 2013. مساء الخير. شحال الساعة؟ كتسنيني باش تعرفي شحال في الساعة راه قدامك. فكتي ماشي شغلك. كيفاش ماشي شغلي وشغلك؟ عرس الديب سنة 2013 وخنيفيس ترماد سنة 2015. بنات يا لاد الحساب سبع مسرى واخا يكون ناوي عليك زين. وانا غير عاشور العطار، فهمت تحد وفهمتي انتقادات وقالت هذا جدي. وخذها مني إفادة عاشور العطار، كاينه الضحكه من العينين وكاينه الضحكه من الشفايف، ولا يني القلب عايف. انت راكي مجوجه براجل وراجل حجر صوت ثقيله في هاد البلاد. حتى انا بحجر صوت ثقيله في البلاد، وحجر با يدير منها سور وحيط ومازال الخريشات. واش غتليني باك ولا؟ اسمعي هاد المراه، المراه عندها سميه وانا ماشي رهينه بعيني لك با، حتى نبقى النهار وما طال وانا حاجبه منشره جمع الحيوط نطلع على صداقي الخاويه. انا حره من نهار عقلت على راسي وانا حره، ما غاجي شي عبدي يلبسني ويزوقني ويحطني في قفص يتباهى بيا قدام العباد بحال القرد المبند. شكون اللي غيتباهى بك يا الشبر وانت دوزي معطره في جلالك؟ ما نعرفك مشيتي ولا جيتي معطره في هاد الشراوط اللي مكفلني بهم، حتى وليت بحال البصله من الفرز وجعها من كفاها. كون كان نفس عند البصله كون كان ما تخشي راسها في التراب. اي والله يخلف على با اللي خشى لي راسي في التراب. غتسكتي ولا لا؟ غتسكتي وخليها مدفونه في التراب، اش حقك عليها؟ زمي فمك زمي فمك، عيدي عليا هاد الجليل هادو دايره بحال شي طلابه.